تشير الأرقام والإحصائيات أن إيران لم تنجح حتى الآن بخلق نفوذ اقتصادي لها في سوريا يوازي نفوذها العسكري. فمن بين 40 مليار دولار أمريكي من صادرات إيران غير النفطية كان أقل من 100 مليون دولار فقط ذا صلة بسوريا التي احتلت المراتب المتأخرة ضمن قائمة الدول المستهدفة بالصادرات الإيرانية لعام 2020. عام 2009 كان التبادل التجاري بين النظام وإيران كان 75 مليون دولار، في حين أن هذا الرقم تبدل في عام 2009 كان الرقم هو 516 مليون دولار، أما في عام 2010 أصبح 365 مليون دولار، أي بدأ بالتراجع ليصل في عام 2012 ل 115 مليون دولار، ثم يتراجع بشكل أكبر ليصل إلى 99 مليون دولار في عام 2017. أما في عام 2020 فقد وصل التبادل التجاري ما بين إيران وما بين نظام الأسد إلى 75 مليون دولار فقط. طبعا نظام الأسد قدم الكثير من التسهيلات للبضائع الإيرانية، وكان هناك الكثير من الدعم والاتفاقيات التي تسهل وصول البضائع الإيرانية، أبرزها قرار النظام نظام الأسد بإعفاء جميع البضائع الإيرانية من الجمارك بشكل نهائي، كان ذلك في نهاية عام 2021. طبعا هذا يشمل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني، إلا أن كل هذه الجهود سواء من قبل النظام أو من قبل إيران لم تجد أي صدى لها على معدلات التبادل التجاري، فما زال التبادل التجاري ما بين النظام وما بين إيران في هبوط. في حزيران من هذا العام نشر الموقع للمكتب الاقتصادي الإيراني في حلب نقلا عن الجمارك الإيرانية تقريرا يتحدث فيه عن هبوط قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا خلال الفترة ما بين 21 من آذار حتى 21 من أيار، هبط إلى 16.2 مليون دولار فقط في عام 2022، بينما كان في العام الماضي لنفس الفترة كان هو 48.8 مليون دولار، أي ما يقارب من 50 مليون دولار. إذن كل هذا الدعم من قبل إيران ومن قبل نظام الأسد لم يلقى أي أثر على الأرض، خاصة أن ما شكل انخفاض في المقارنة ما بين عام 2021 و2022 انخفاضا قيمته قدر ب 67%. يعني هذا كان موضوع الميزان التجاري وأهم الأرقام التي تعكس التبادل التجاري بين النظام بين نظام الأسد وأيضا بين إيران.